السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي، أهلا ومرحبا بكم أحبابي. هيا بنا نتعرف على درسنا اليوم. هو درس قراءة بعنوان هيا نشجع بأخلاق كريمة. ماذا؟ من عنوان هذا النص يتضح لنا أن هذا من عنوان هذا الدرس يتضح لنا أنه يتحدث عن الرياضة. نعم أحسنتم، عن الرياضة. أريد أن أطرح عليكم سؤالاً في بداية الأمر، الرقي في التشجيع له أثر إيجابي على المشجع والفريق بخلاف التعصب، ما رأيك في هذا الكلام؟ وأريد منكم أن توضحوا ذلك. سأترككم تفكرون في هذا السؤال ونجيب عليه بعد نهاية شرح الدرس. بداية نحب أن نتعرف على غرض الكاتب من هذا الدرس. الكاتب يبين لنا أن كرة القدم تحتل المرتبة الأولى عالميا، ويحذرنا من مخاطر التعصب الكروي. نعم التعصب الكروي له مخاطر. ما أنواع هذه المخاطر؟ مخاطر صحية ومخاطر اجتماعية ومخاطر اقتصادية. نتعرف على التعصب الكروي له مخاطر صحية، مثل أنه يسبب أحياناً الإصابة بكثير من الأمراض، وفي بعض الأحيان يؤدي إلى الوفاة. سنتحدث بالتفصيل خلال شرح الدرس. المخاطر الاجتماعية مثل ماذا؟ إنه ينشر الفوضى والعنف في المجتمع. عندما يكون هناك تعصب كروي يكون له مخاطر اجتماعية، حيث ينشر الفوضى، عدم النظام والعنف في المجتمع. أما بقى للمخاطر الاقتصادية، حيث إن بعض المتعصبين لفرقهم، للفرق التي يشجعونها، يتابعون المباريات على حساب العمل. هناك كثير من الناس من يترك أعماله ويترك عمله في مقابل أن يشاهد مباراة من المباريات. وفي نهاية هذا الدرس سنجد أن الكاتب يختتم مقاله أو حديثه بالدعوة إلى ممارسة الرياضة والتشجيع دون تعصب. هذه هي مقدمة هذا الدرس. هيا بنا نقرأ معا. لا شك أن كرة القدم تحتل المرتبة الأولى في جذب قلوب وعقول الناس. وعندما يبدأ الحديث عن بطولات عالمية مثل كأس العالم، أو قارية مهمة مثل كأس الأمم الأوروبية أو أمريكا اللاتينية، يتفرغ الناس للحديث عن كرة القدم، وكل يشجع الفريق الذي يحبه. ما معنى كلمة تحتل؟ تحتل أي تأخذ أو تستولي. تحتل، تشغل أو تستولي على أو تأخذ، كل هذا صحيح. كلمة المرتبة، المرتبة الأولى يعني المكانة الأولى أو المنزلة الأولى، والجمع مراتب. كلمة جذب، جذب قلوب وعقول الناس. كلمة جذب معناها شد، وعكسها صرف أو تنفير. كلمة يتفرغ، يتفرغ يعني ينكب أو يعكف على. طب ومضادها ينشغل أو ينصرف. كلمة بطولات قارية، قارية يعني على مستوى القارة. طب الفريق، فريق يعني جماعة. وجمع كلمة فريق أفرقة أو فرقاء، أفرقاء، فروق، كل هذه جموع لكلمة الفريق أو فرق، كل هذا صحيح. هذه هي الفكرة الأولى، مكانة كرة القدم. الفكرة الثانية تتحدث عن مخاطر التعصب. وقد قدمت منظمة الصحة العالمية عدة نصائح تجنباً للمخاطر الصحية التي تنتج عن التعصب الكروي.
حيث أثبتت الدراسات الطبية أن الجو المشحون بالحماس والاهتمام والانفعال والتوتر الذي يصاحب المباريات يزيد من إفرازات هرمونات التوتر من الغدد الصماء إلى الدورة الدموية، وبالتالي يزداد إفراز هرمون الأدرينالين، والذي يؤدي دوراً مهماً في ضبط مستوى السكر في الدم ومعدل ضغط الدم، ويزيد أيضاً من سرعة ضربات القلب وتجلط الشرايين، مما قد يؤدي في النهاية إلى السكتة القلبية. كذلك يمكن أن يؤدي التوتر في بعض الحالات إلى حدوث عجز عصبي أو شلل نصفي، خاصة لدى الأفراد الذين يعانون من تاريخ وراثي في أمراض القلب والسكر. كما أن التعصب الكروي له خطورة شديدة، حيث إنه ينشر حالة من الفوضى والعنف في المجتمع، كما أن بعض المتعصبين لفرقهم يقضون أوقات طويلة في متابعة مباريات كرة القدم حتى على حساب أعمالهم وكسب عيشهم. هذه الفكرة تتحدث عن مخاطر التعصب الصحية كما ذكرت في البداية، والاجتماعية والاقتصادية. الصحية بيسبب الإصابة بالكثير من الأمراض، وفي بعض الأحيان ممكن يؤدي إلى السكتة القلبية أو الوفاة. المخاطر الاجتماعية، حيث إنه ينشر الفوضى وعدم النظام والعنف في المجتمع. أما للمخاطر الاقتصادية كما ذكرنا، حيث إن بعض المتعصبين لفرقهم كما رأينا يتابعون المباريات على حساب عملهم، يتركون أعمالهم وكسب عيشهم في مقابل بيقضون أوقات طويلة في متابعة مباريات كرة القدم. هيا بنا نتعرف على لغويات الفكرة السابقة. تجنباً أي ابتعاداً، تجنباً يعني إيه؟ ابتعاداً، وعكسها تقربا. أثبتت أي أكدت، أثبتت أكدت ومضادها نفت. الحماس يعني شدة الاندفاع. ما معنى الحماس؟ شدة الاندفاع، ومضادها التراجع أو الفتور. ضبط ما معنى كلمة ضبط؟ أي سيطرة وتحكم، وعكسها انفلات. شلل أي تعطل وتوقف. ما معنى كلمة شلل؟ تعطل وتوقف. كلمة مخاطر يعني أخطار، ومفردها خطر. الجو، الجو المشحون يعني الوسط المشحون، وجمعها الأجواء أو الجواء. التوتر أي الانفعال والاضطراب، ومضادها الهدوء. مستوى، مستوى يعني معدل أو نسبة. يعانون يتألمون أو يقاسون، يقاسون ويتألمون. الجو المشحون يعني المشحون المملوء، ومضادها الخالي. كلمة التعصب، ما معنى كلمة التعصب الكروي؟ يعني ايه تعصب؟ تشدد، بتبقى متشدد قوي في تشجيعك لفريق معين، فده اسمه تعصب. تعصب يعني تشدد، ومضادها اللين والتسامح، مضادها اللين والتسامح. وكما ذكرنا المشحون أي المملوء، ومضادها الخالي. يصاحب أي يرافق، يصاحب يعني يرافق. عجز أي ضعف، عجز ضعف. وراثي ورثه بعضهم عن بعض، جينات وراثية. الفكرة التالية، علاج التعصب الكروي. يوضح لنا الكاتب أن التعصب الكروي هذا له علاج. ما كيفية علاج هذا التعصب الكروي؟ علاج هذه الحالة يبدأ من الدعوة إلى ممارسة الرياضة، وممارستها وأبسطها المشي. الدعوة إلى ممارسة الرياضة وممارستها وأبسطها المشي. يعني اللي عنده حالة من حالات التعصب الكروي دي علاجها بسيط جدا وأمرها سهل، الدعوة إلى ممارسة الرياضة. مش بس يدعو إليها، ده يمارسها هو كمان، وممكن يمارسها بأبسط أنواعها اللي هي المشي. لماذا؟ لأن الرياضة تنشط الجسم والعقل كما نعلم، وأهمية ممارسة الرياضة دون تعصب ضرورة ملحة.
لابد أن نعلم جميعاً، والكاتب يلفت انتباهنا جميعاً إلى أن أهمية ممارسة الرياضة دون تعصب دي ضرورة ملحة. ضرورة إيه؟ يعني إيه ملحة؟ يعني ضرورية أو مستمرة. فمن حقك أن تستمتع بمشاهدة المباريات بأنواعها المختلفة، ولكن دون تعصب، حتى تترسخ الروح الرياضية العالية التي تحقق المتعة والصحة. يبقى الكاتب يشير إلى أننا من حق أي شخص أن يستمتع بمشاهدة المباريات بأنواعها المختلفة، ولكن يشترط عليه أن تكون هذه المشاهدة بدون تعصب. لماذا؟ حتى تترسخ، يعني تترسخ، تثبت الروح الرياضية العالية التي تحقق المتعة والصحة، المتعة أي اللذة والصحة أي العافية. هيا بنا نتعرف على لغويات هذه الفكرة. كلمة الفوضى أي الشغب أو الاضطراب أو عدم النظام، وكلمة ممارسة الرياضة يعني مزاولة، ومضادها انقطاع وتعطل. تترسخ أي تثبت وعكسها تتزعزع. العنف أي الشدة والقسوة ومضادها اللين. أبسطها أي سرها أو أقلها وعكسها أصعبها. المتعة يعني اللذة. متابعة المباريات أي مشاهدة المباريات. ملحة، ضرورة ملحة أي ضرورة ضرورية أو مستمرة. الصحة أي العافية ومضادها المرض. هيا بنا أحبابي نتعرف على السؤال والجواب لهذا الدرس. ما مكانة الكرة عند الناس؟ كرة القدم تحتل المرتبة الأولى كما ذكرنا في جذب قلوب الناس وعقول الناس، بخلاف طبعا الرياضات الأخرى. كرة القدم مميزة جدا، تحتل المرتبة الأولى. ما قيمة عطف قلوب على عقول؟ استخدم حرف العطف هنا واو، قلوب وعقول. طبعا ده بيفيد شدة الاهتمام بالكرة وشدة التعلق بيها. طيب متى يبلغ هذا الاهتمام ذروته؟ يعني امتى الاهتمام ده بيبقى في قمته؟ عندما يبدأ الحديث عن بطولات عالمية مثل كأس العالم، أو قارية مهمة مثل كأس الأمم الأوروبية أو الأمم الإفريقية أو أمريكا اللاتينية، يتفرغ الناس وقتها للحديث عن كرة القدم، وكل يشجع الفريق الذي يحبه. ماذا فعلت منظمة الصحة العالمية لمواجهة خطر التعصب؟ التعصب أي التشدد. منظمة الصحة العالمية عملت إيه؟ قدمت منظمة الصحة العالمية عدة نصائح. لماذا؟ تجنباً أي ابتعاداً للمخاطر التي تنتج عن التعصب الكروي. طيب ما خطورة التعصب الكروي؟ أثبتت الدراسات قلنا أنه ليه طبعاً ليه مخاطر صحية واجتماعية وحاجات كتير. أول حاجة هنا أو السؤال ده بيسألك عن المخاطر الصحية بالضبط وبالتفصيل. هنقول له أثبتت الدراسات الطبية أن الجو المشحون بالحماس والاهتمام والانفعال والتوتر اللي بيصاحب المباريات، هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى زيادة إفرازات هرمونات التوتر من الغدد الصماء. الغدد الصماء هي المسؤولة عن هرمونات التوتر، بتنقلها بتزيد إفرازاتها من الغدد الصماء للدورة الدموية للدم، وطبعا ده بيزيد كمان معاه إفراز هرمون الأدرينالين. وكلنا عارفين إن هرمون الأدرينالين ده ليه دور مهم جدا في ضبط مستوى سكر الدم، وكمان له دور مهم جدا في ضبط معدل الضغط، ويزيد أيضا من سرعة ضربات القلب وتجلط الشرايين، مما يؤدي في النهاية إلى السكتة القلبية. كذلك يمكن أن يؤدي في بعض الحالات إلى حدوث عجز عصبي أو شلل نصفي، خاصة لدى الأفراد الذين يعانون من تاريخ وراثي في أمراض القلب والسكر. السؤال السادس، ما المقصود بالتاريخ الوراثي للمرض؟ أي أن في أسرتهم مثل الأب والأم أو الأم من يعاني من هذا المرض مثلا. ما مخاطر التعصب الكروي اجتماعيا؟ ذكرناه من قبل.
مخاطر التعصب الكروي اجتماعياً بيؤدي إلى الفوضى والعنف وإهدار الوقت وتعطل العمل. كيف يمكن علاج هذه الحالة؟ علاج هذه الحالة يبدأ من الدعوة لممارسة الرياضة وممارستها أيضاً، وأبسطها رياضة المشي. لماذا؟ لأن الرياضة تنشط الجسم والعقل كما ذكرنا، وتشجيع الرياضة دون تعصب وترسيخ الروح الرياضية العالية. كيف تترسخ الروح الرياضية العالية؟ طبعا نعم، عن طريق تشجيع الرياضة دون تعصب. ما أهمية ممارسة الرياضة دون تعصب؟ كما ذكرت الآن تترسخ الروح الرياضية العالية التي تحقق المتعة والصحة. ما المخاطر الصحية الناجمة عن التعصب الكروي؟ أيضا ذكرناها من قبل، يؤدي إلى خلل في مستوى السكر في الدم وخلل في ضغط الدم، ويؤدي التوتر إلى حدوث عجز عصبي أو شلل نصفي. ممكن أيضا يزيد من سرعة ضربات القلب وتجلط الشرايين، وممكن قد يؤدي في النهاية إلى السكتة القلبية. يا ترى ما الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية؟ أوصت بتجنب والابتعاد المخاطر الصحية الناجمة عن التعصب الكروي. كيف يؤدي التعصب الكروي إلى السكتة القلبية؟ نعم أحسنتم، حيث يساعد على سرعة ضربات القلب وتجلط الدم، مما يؤدي إلى توقف القلب وعدم القدرة على العمل. السؤال التالي، ما فائدة الرياضة؟ نعم جميعا نعلمها، الرياضة تقوي الجسم وتنشط العقل وتهذب السلوك. أحسنتم جميعا. السؤال التالي، ما أثر الجو المشحون بالحماس في المباريات؟ ما أثره؟ ما نتيجته؟ الجو المشحون بالحماس في المباريات يؤدي إلى نفس السؤال، زيادة إفراز هرمون الأدرينالين، سرعة ضربات الدم وتجلط الشرايين، زيادة ضغط الدم يؤدي إلى السكتة القلبية، كل دي مخاطر صحية. ما أثر التعصب الكروي على مرضى القلب والسكر؟ ممكن يؤدي إلى حدوث عجز عصبي أو شلل نصفي. موضوع خطير يا جماعة مش سهل. لماذا أصبحت ممارسة الرياضة دون تعصب ضرورة ملحة؟ ضرورة ضرورية وضرورة مستمرة لكي يحافظ الإنسان على صحته ويستمتع بمشاهدة المباريات بروح رياضية عالية تحقق له الصحة والمتعة في آن واحد. ما الفرق بين الانفعال والتوتر؟ الانفعال هو شدة التأثر انقباضا وانبساطا سرورا وحزنا، شدة التأثر بالشيء. طب التوتر هو التشنج واشتداد الأعصاب والاضطراب، يعني موضوع بيبقى كبير. كيف نستمتع بمشاهدة المباريات بأنواعها المختلفة؟ نستمتع بمشاهدة المباريات دون تعصب. لماذا؟ كي تترسخ الروح الرياضية العالية التي بدورها تحقق المتعة والصحة. لماذا نستمتع بمشاهدة المباريات دون تعصب؟ نفس السؤال، حتى تترسخ الروح الرياضية العالية التي تحقق المتعة والصحة. ما هي ضوابط الرياضة؟ نعم، أنه يجب ممارسة الرياضة دون تعصب حتى تترسخ الروح الرياضية العالية التي تحقق المتعة والصحة. لماذا تقدم منظمة الصحة العالمية الكثير من النصائح لمشجعي الكرة؟ تقدم منظمة الصحة العالمية النصائح لمشجعي كرة القدم. لماذا؟ لكي يتجنبوا مخاطر التعصب الكروي. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا الدرس. أترككم في رعاية الله وشأنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.